هو ده استاذ عصام اللي بنتكلم عليه، رغم بيكون في حاله شويه من القلق، حاله شويه من التوتر، لكن الحاله الاكبر هي الثقه في اللعيبه. منتهى الثقه. الثقه يعني في اللعيبه والجهاز الفني. منتهى الثقه طبعا، هي الجمهور اعتاد يعني كابر عن كابر انه عنده دايما ثقه، هي بس الحكايه انه الناس قلقانه من ان لازال هناك بعض المناطق، وده اللي بيتكلم فيه الخواجه، وده اللي بيتكلم فيه الكابتن خطيب واللجنه مع الكابتن محسن صالح، انه هناك تدعيمات، بس ما هو الموسم ما وقفش، ما فيش يعني ترانسفير ويندو دلوقتي يعني. بالظبط، وبالتالي بعض يعني هذه التدعيمات حتى بالمعارين يعني وسد الحاجه زي ما علمت يعني بلغه الصحافه ما شاء الله بحاجات سوبر يعني في الاماكن، ما عادش خلاص هيبقى الشراء في المطلق لمجرد نجوميه نجم وكذا، وده التطور اللي الاهلاويه يعني اكيد هيلحظوه في الفتره اللي جايه، وبالتالي لا المعدلات طيبه جدا، جمهور برضو وربما مش الخبراء والمحللين، ربما المتابعين مثلا زينا صحفيين او كذا يعني خارج الاطار الفني ممكن يبقى عنده قلق الموقف، يعني ان الدفاع ما بين بدلاء مش بدلاء، هم بدلاء يعني اقصد مره بعض اللعيبه بالظبط اصابات انذارات، يمكن ده شويه يبقى مزعج، الفنيين عندهم الردود انه عنده تيمه على بعضه انه يقدر يوظف، وبالتالي مستوى الاداء طالما بعد القمه راح في سكه انه ماشي لقدام، اعتقد انه ده هيفضل لغايه ما نشوف ماتشات السيمي فاينال الافريقي ان شاء الله. وده الاهم، وده الاهم طبعا ان شاء الله، بطوله الدوري ان شاء الله محسومه بنسبه كبيره جدا جدا، لكن طبعا وكلنا بما فيهم احنا بنتكلم كجماهير حتى مش فنيين، ان البطوله افريقيا هي البطوله العزيزه علينا كلنا، واللي وده نقلناه من خلال برنامجنا هنا، واللعيبه كمان عندها حساسه جدا ده يعني بالظبط. خلاص كل المقابلات الوقت التاسعة يا أهلي، يعني 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 الأميرة السمراء العصية دي على الفارس الأحمر، شوف عملوا لها حتى حاجة زي القصص الجميلة كده، قال لك لا لازم تقبل بيه يعني إن شاء الله إن شاء الله في خطبته القادمة أو في جولة العام ده يعني.